خمول الغدة الدرقية، اللي عنده خمول في الغدة الدرقية بشرط أنه ما يكون يأخذ فاركسين 150 فأكثر. نعم. القص الهندي ممتاز يرجع الغدة إلى نشاطها. هي. العكس إذا كان عنده نشاط في الغدة، فرط نشاط في الغدة الدرقية، يأخذ المورينجا. نعم. المورينجا حق نشاط الغدة. نعم. مورينجا هذه. زارعين مورينجا. يقولون عجيبة هذه، قاعد نزرعها عندنا. يسمونها شجرة المعجزة هذه. نعم.